بالفيديوز السابقين نحن تعلمنا كيف فينا نعمل spreading للمسج على الكودز الموجودين عندي في حالة كنا نحن عم نستعمل الـ CDMA، ولكن أنا في عندي different code types بقدر أعتمد عليهم حنشوفهم بقلب هذا الفيديو، خاصة إذا كنا عم نستعمل الـ WCDMA اللي هي الـ Wide Band Code Division Multiple Access. شو هن الكودز اللي حكون عم بحكي عنهم؟ الكودز اللي حكون عم بحكي عنهم هن الـ Scrambling Codes و Channelization Codes. شو الفرق بيناتهم؟ قبل ما احكي عن الفرق بيناتهم، انا بيكون في عندي التشانل داتا، طبعا اللي انا هيدي بدي ابعتها الانفورميشن، بدي اضربهم بالشانلايزيشن كود وبدي اضربهم بالسكرامبلينج كود تقدر ابعتهم. شو بيلزمني لشو بيلزمني تشانلايزيشن كود لشو بيلزمني سكرامبلينج كود، شو دور كل وحده منهم، حنشوفهم بعد قليل. اول شغله، انا بدي اخذ بعين الاعتبار سيناريو بشكل انه انا عم كون بالداونلينك. شو معنى الداونلينك؟ يعني عندي البي تي اس عم تبعت انفورميشن لليوزرز الموجودين عندي هون. بهال example أنا أخذ several users، تحديداً أخذ 4. مبدئياً أنا حيكون في عندي two types of codes عم كون عم بستعملهم، يلي هن channelization codes و scrambling codes. كل واحد منهم عنده دور. channelization codes are used to separate channels from the same source. يعني أنا إذا كان في عندي كذا users موجودين عندي هون، تقدر ميز هيدول اليوزرز عن بعضهم، يلي عم بيعملوا communication مع source واحد يلي هو antenna واحد BTS واحدة. كل واحد منهم بده يكون في عنده channelization code different عن رفيقه. يعني إذا أنا جي بتطلع على الأزرق يلي عندي هون، حيكون في عنده channelization code totally different عن رفيقه يلي بالأحمر، يلي بالأصفر، يلي كذلك الأمر بالأخضر. حتى moreover، إذا نحنا بدنا نفوت into details أكتر، ممكن يكون في عندي several applications عم بيستعملوا user واحد، كل واحدة منهم عندها its own channelization code. أما بحالة الـ scrambling codes، كل محطة كل BTS عندها its own scrambling code. يعني أنا عندي اليوزر الأول والثاني والثالث والرابع عم بيستعملوا نفس الـ scrambling code to denote إنه أنا عم بستعمل النود 01 بهيدي الحالة اللي هو الـ SC1. أما إذا واحد منهم بده يعمل هاند أوفر وبده ينتقل على BTS تانية، وحنحكي طبعا بعدين بالشابترز قادمين كيف بتتم عملية الهاند أوفر، حنكون نحن عم نغير السكرامبلينج كود. يعني انا بده يكون في عندي سكرامبلينج كود جديد مع النود اللي موجود عندي هون. هيدي بحاله الداونلينك. اما بحاله الابلينك، يعني هالمره اليوزرز يلي موجودين عندي هون، الموبايل فونز اللي موجودين عندي هون، عم بيعملوا اكسس على النود. بالحاله يلي قبل كانت البي تي اس هي عم تبعت انفورميشن لليوزرز الموجودين او الموبايل فونز. بهيدي الحالة طبعا بيكون كل واحد، كل يوزر، كل موبايل ستيشن بيكون عنده its own scrambling code. يعني هيدي بكل تفاصيل السي سي اللي موجودين عندي هون. يعني اذا كان في عندي several applications كل واحدة عندها سي سي 1 وسي سي 2 وسي سي 3، فاذا اللي موجودين عندي هون بدهم يعملوا access على النود ب their own scrambling code. Another phone كذلك الامر، another mobile station حتكون عم تستعمل scrambling code مختلف to denote several resources أو several sources موجودين عندي هون. فإذا channelization codes are used to separate channels from the same source، يعني أنا هون في عندي channelization code موجودين لهيدا الفون يلي موجود عندي هون. بهيدي الحالة ممكن يكون في عندي أكثر من واحد حسب كم application عم بستعمل. أما الـ scrambling code، كل entity، كل mobile phone بيكون عنده its own scrambling code تيقدر يحكي مع النود. بهيدي الحالة بنكون نحن شفنا differences between the code types تحديدا بحالة WCDMA، وهيك نحن نستعملهم بهيدي الحالة.